دي الصفقة الثانية عبد يعني خالد عبد الفتاح، بالتوفيق ان شاء الله لكل صفقاتنا. انا متفائلة جدا يا كريم يا بالفترة رب اللي خير. جاية وبالصفقات لحد دلوقتي اللي بتتم باذن الله، يقدروا يقدموا كتير للنادي الاهلي وعلى الصعيد الثاني كمان، هم يبقى ليهم زي ما تقال كده وين وين سيتويشن اكيد يعني. بصي، اي حد يعني هينضم لصفوف النادي الاهلي اكيد عارف كويس قوي هو هيلعب في نادي عامل ازاي، وجماهيره عامله ازاي، وكواليتي التشجيع فيه عامل ازاي. طبعا جماهير النادي الاهلي لا غبار عليها كالعاده، دايما موجوده وبقوه وداعمه ومسانده لكل اسم جديد بيضاف لكتيبه لاعبي ومقاتلي النادي الاهلي. اتكلمنا مع حضراتكم عن صفقه كريستو، تعالوا بقى نتكلم عن الصفقه الثانيه اللي تم الاعلان عنها في هذا الويك اند. اعلنها طبعا الاستاذ امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي، وهي انضمام خالد عبد الفتاح لاعب سموحه لصفوف النادي الاهلي لمده 6 شهور على سبيل الاعاره بنيه الشراء. دي برضه جديره بالذكر. اللاعب زي ما يعني وصفوه كل الاهلاويه ان هو هديه السنه الجديده. طبعا تعاقد النادي الاهلي مع عبد الفتاح يعني جه لتعويض غياب اكرم توفيق اللي طبعا تعرض للاسف الشديد لقطع في الرباط الصليبي في الركبه، وبنتمنى له كلنا الشفاء العاجل وعايزين نرجع نطمن عليه بسرعه. مش بس نطمن عليه، عايزين نشوفه في ارض الملعب باسرع ما يمكن ان شاء الله. ربنا ان شاء الله يمن عليه بالشفاء العاجل. خالد عبد الفتاح حضرات عنده 23 سنه، هو بيجيد اللعب في تقريبا كل مراكز خط الدفاع، لكن مركزه الاساسي هو الجهه اليمنى. ابتدى مسيرته مع مجموعه من الانديه وهو طفل لغايه لما انتقل كلاعب في ناشئي نادي سموحه، بعد كده تم تصعيده للفريق الاول في 2019، خاض 10 من اجمالي 11 مباراه لعبها فريق سموحه في الدوري المصري هذا الموسم، وفي الموسم اللي فات لعب 28 مباراه من اجمالي 34 في الدوري المصري، نجح في انه يسجل هدفين. والحقيقه من الأسماء الواعدة جدا والمبشرة جدا واللي احنا كلنا مستنيين ان احنا نشوف من وراها خير كتير الفترة الجاية ان شاء الله. كلام جميل جدا، وعايزه اقول لك برضو زي اي لاعب يا كريم بينضم للنادي الاهلي بيكون اكيد سعيد بالخطوه دي، وده اللي قاله تحديدا كمان خالد عبد الفتاح بعد انهاء كافه هنا الاجراءات الخاصه بالصفقه بين النادي وسموحه، واكد ان هو فكره ان هو يلبس الفانيلا الحمراء او تيشيرت النادي الاهلي كان بمثابه عنده حلم العمر بالنسبه ليه. وكمان اضاف قال عندما ياتي الاهلي لا تفكر ولا يوجد مجال للاستشاره او استشاره احد، فاللعب لاكبر ناد في افريقيا والاكثر تتويجا بالالقاب حلم العمر والذي تحقق اخيرا ليتحقق حلم الطفوله. ارتداء الفانيلا الحمراء كان الحلم الاهم والاغلى بالنسبه الي، والاجمل ان الحلم تحقق بالفعل واصبحت لاعبا في النادي الاهلي. كمان اضاف قال اللعب للنادي الاهلي رقم واحد في مصر وافريقيا ليس بالامر السهل سواء هنا على المستويين الفني او الشخصي.